نتواصل معكم من جديد، نعمل سوية في التغيير من أجل التغيير. يعني شلون عوف العراق ونشرد؟ أنا مدرس رياضيات وياك أشتغل بمحل مال غذائي 10,000 يوم يتي. آراؤكم وأصواتكم هي ذخيرتنا. ما نريد، نريد بس حقنا، بس حقنا نريده. ما نريد شيء، والله ما يصير هيك. يعني إحنا جايين شو نريد؟ حقنا. نحن وأنتم لا نغرد خارج السر، فأنتم الاحتياط المضمون للعراق. أعود لكم أنا جلال النداوي.